يضيق الخناق على ميليشيات الحوثي شيئا فشيئا، إذ يسجل الجيش الوطني نصرا جديدا هذه المرة بالإعلان عن تحرير سلسلة جبال النار في مديرية حرض بمحافظة حجة. معركة سقط فيها عشرات المقاتلين الحوثيين ممن يدفع بهم الحوثي لمحارق يدرك جيدا خسارتها أو استحالة إحراز أي نصر عسكري، خصوصا وأنه لا يمضي يوم لا يخسر فيه الحوثي أرضا وعتادا ومقاتلين. جبال النار الاستراتيجية الفاصلة بين محافظتي حجة وصعدة سلسلة جبلية يزيد طولها عن 12 كيلومترا، والسيطرة عليها تعني السيطرة النارية على أجزاء كبيرة من حجة وقطع إمدادات الميليشيا، بل وفصل محافظتي صعدة وحجة عن بعضهما. هيأ الله عز وجل النصر تام المبين على الميليشيات الإنقلابية في هذه المنطقة، وتعتبر الأهمية الاستراتيجية تام لهذه المنطقة قطع إمدادات العدو تام وعزل صعدة تام عن الساحل بإذن الله عز وجل، وتكون البداية من هنا تام وتأمين إخواننا في ميدي، وتعتبر حرض في اليد والمناطق الأخرى أيضا بالكامل بإذن الله عز وجل. المساحة الجغرافية التي سيطر عليها الجيش الوطني في مربعات تشكل عمقا وجوديا للميليشيا في محافظة حجة يقترب بعد ذلك من تطويق معقل ميليشيات الحوثي من جهات عدة، وبالتالي عزل صعدة كليا عن طريق الإمداد في حجة وتحديدا حرض وميدي. بات الجيش الوطني أقرب إلى معقل الحوثي أكثر من أي وقت مضى، وسط أنباء عن تسجيل حالات فرار جماعي لميليشيات الحوثي من جبهات المنطقة الخامسة. غير أن الحديث عن انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي يقود إلى أسئلة تتعلق بتأخر حسم المعركة في بقية الجبهات.